كثير من السيدات أثناء الحمل بيصابوا يا إما بأمراض الغدة الدرقية أو بيكونوا قبل كده عندهم يا نشاط يا إما قصور في وظائف الغدة الدرقية، وبيحملوا وهم عندهم أيضاً النشاط أو القصور. طيب لازم ناخد بالنا إن أثناء الحمل تقريباً من الأسبوع الثامن للأسبوع الـ14 ممكن بيحصل عند جميع السيدات فترة بيكون فيها نشاط الغدة زايد، والنشاط ده بيبقى فيسيولوجي نتيجة زيادة في هرمونات المشيمة اللي بتأثر على الغدة الدرقية وتعمل زيادة في إفراز هرمون الغدة الدرقية لفترة بسيطة، والفترة دي تقريبا من الشهر الثامن إلى الشهر الـ14، والفترة دي هي السيدة مش محتاجة لعلاج لنشاط الغدة الدرقية لأنها دي حاجة فيسيولوجية وهتمر مع انتهاء الأسبوع 14 أو 15 من الحمل. إنما إحنا بنتكلم على وجود نشاط فعلي في الغدة الدرقية أثناء الحمل. النشاط بيستلزم علاج لأن له تأثير سيء على الحمل نفسه أو على الجنين. لو في نشاط زائد في الغدة الدرقية غير فيسيولوجي أثناء الحمل، فالحمل ممكن يجهض أو إن الحمل ممكن يستكمل إنما الجنين يبقى ناقص النمو أو يحصل نزيف أثناء الحمل. لذلك يجب على أي سيدة عندها نشاط فعلي في الغدة الدرقية أثناء الحمل إنها تتعالج. العلاج بيبقى بالأدوية المثبطة لنشاط الغدة الدرقية بس مش بكميات كبيرة زي واحدة مش حامل. بنحاول إن إحنا نقلل عدد المرات اللي بتاخد فيها الأدوية وعدد الأقراص بحيث إنها ما يحصلش برضو تأثير على الجنين من زيادة عدد أقراص الأدوية المثبطة لنشاط الغدة الدرقية، لأن هذه الأدوية بتستمر وبتنتقل من الأم خلال المشيمة إلى الجنين فممكن تأثر عليه. علشان كده احنا بنستخدم الأدوية دي بصورة قليلة جدا جدا جدا، إنما لو استخدمتها بصورة كبيرة أو حد كتب لها يعني الأدوية دي هي بجرعات كبيرة فده ممكن بيبقى تأثير سيء على الجنين. بالنسبة لقصور وظائف الغدة الدرقية أثناء الحمل، فبنشوف الجرعة اللي كانت بتاخدها السيدة الحامل قبل الحمل. غالبا الجرعة دي هي بتزيد 25 إلى 50% من الجرعة اللي كانت بتاخدها قبل كده. وليه كده بنزود الجرعة؟ علشان الأم بتاخد من الجرعة لنفسها وكمان الجنين لأنه ما بيكونش لسه كون الغدة الدرقية بتاعته، عشان كده بنزود الجرعة بتاعت قصور وظائف الغدة الدرقية اللي هو الالتروكسين لغاية أما الحمل يستكمل بجميع شهوره التسعة، وبعد كده هو بعد الحمل بنرجع للجرعة اللي هي الأصلية اللي كانت الأم بتاخدها قبل الحمل.